السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي التو؟ معاكم مستر أحمد خلف. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنتكلم عن تاني درس من دروس التاريخ، دولة العباسية. الدولة العباسية عندنا بتبدأ من سنة 132 هجريا لغاية سنة 656 هجريا. طبعا بعد انتهاء معركة الذئب اللي هي بين الأمويين والعباسيين، المعركة دي انتهت بيها الدولة الأموية وبدأت دولة جديدة اسمها الدولة العباسية. طيب مين هم العباسيون دول وبينتسبوا لمين؟ بينتسب العباسيون إلى العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى العباسيين دول بينتسبوا إلى العباس ابن عبد المطلب، وقدروا إن هم يسقطوا الدولة الأموية سنة 132 هجريا بعد معركة الذئب، ويعلن قيام الدولة العباسية. كانت عاصمة الدولة العباسية الكوفة، ثم مدينة الأنبار، ثم مدينة بغداد. كانت في الأول الكوفة، بعدين الخلفاء غيروها خلوها الأنبار، ثم بعد كده كانت بغداد. حكمت الدولة العباسية أكثر من 5 قرون، حوالي 525 عام. كانت مدة حكم طويلة جدا. كان عدد خلفاء الدولة العباسية 37 خليفة. المؤرخين بيقسموا لنا تاريخ الدولة العباسية إلى عصرين، العصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني. العصر العباسي الأول من سنة 132 هجريا ل 232 هجريا، وده بيطلق عليه العصر الذهبي. ليه بيسموا العصر العباسي الأول العصر الذهبي؟ لأن العباسيون حافظوا على وحدة الدولة واستقلالها، وقاموا بالعديد من الإصلاحات في كافة مجالات الحياة المختلفة، لذلك أطلق عليه العصر الذهبي. تمام؟ العباسيين حافظوا على وحدة الدولة واستقلال الدولة، وقاموا بالعديد من الإصلاحات في كافة المجالات. أما العصر العباسي الثاني فيطلق عليه عصر الضعف والانهيار. بيبتدي من 232 هجريا ل 656 هجريا، ودي مدة طويلة. ضعفت الدولة العباسية في العصر العباسي الثاني وانهارت بما تفسر، ده بسبب ظهور العديد من الدول المستقلة وطمع الغزاة فيها مثل الصليبيين والتتار اللي هم المغول. بدأت الدول المستقلة تظهر، يعني كل واحد أو كل والي كان بينفرد بالولاية بتاعته ويحكمها لوحده بعيدا عن الخلافة العباسية. تاني سبب طمع الغزاة في الخلافة العباسية مثل الصليبيين والمغول. أشهر خلفاء الدولة العباسية أبو العباس، أبو جعفر المنصور، هارون الرشيد، المأمون والمعتصم. أبو العباس، أبو جعفر المنصور، هارون الرشيد، المأمون، المعتصم. هنيجي عند أول واحد وهو أبو العباس. أبو العباس مسك الحكم من 132 ل 136 هجريا. هو أول خلفاء بني العباس اللي هو عبد الله ابن محمد ابن علي العباسي، المعروف بأبو العباس. طيب ايه هي اهم اعمال ابو العباس؟ الراجل ده عمل 3 حاجات. اسس قواعد الدولة العباسية، هو اللي حط قواعد الدولة العباسية. نقل العاصمة الى الكوفة ثم الى الانبار. العاصمة كانت في دمشق، هو نقلها من دمشق الى الكوفة ثم الى الانبار. جدد الطريق بين مكة والكوفة وزودوا بالمنارات لإرشاد المسافرين. يبقى أهم أعمال أبو العباس أسس قواعد الدولة العباسية، نقل العاصمة إلى الكوفة ثم إلى الأنبار، وجدد الطريق بين مكة وزودوا بالمنارات لإرشاد المسافرين. بنيجي بعد كده الخليفة اللي بعده وهو أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور مسك من 136 هجريا ل 158 هجريا، تاني الخلفاء العباسيين، وتولى الحكم بعد أخيه أبو العباس. يعد أبو جعفر المنصور هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، بيطلق عليه المؤسس
الحقيقي. ليه؟ عشان اعماله عمل ايه؟ نشر الامن والامان في كافة انحاء الدولة. يبقى رقم واحد نشر الامن والامان، قضى على الفتن والثورات، راقب الولاة وحاسبهم، وبنى مدينة بغداد واتخذها مركزا للخلافة. يبقى أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، لأنه نشر الأمن والأمان في كافة أنحاء البلاد، قضى على الفتن والثورات اللي ظهرت، راقب الولاة وحاسبهم، وبنى مدينة بغداد واتخذها مركزا للخلافة. بيجي بعد كده الخليفة هارون الرشيد. هارون الرشيد مسك من 170 هجريا ل 193 هجريا. تميز عصر هارون الرشيد باتساع رقعة الدولة، مساحة الدولة كبرت جدا جدا. 2 ازدهار الزراعة والصناعة والتجارة. التجارة ازدهرت، والصناعة ازدهرت، والزراعة ازدهرت. تشييد القصور والحدائق والأسواق، كان بيبني قصور وحدائق وأسواق، وازدهر في عهده العلم وقرب إليه العلماء. هارون الرشيد كان عهده عهد جميل جدا، الدولة اتسعت، ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة، بنى قصور وحدائق وأسواق، وازدهر في عهده العلم، وكان أهم ما يميزه إنه كان يقرب إليه العلماء ويستشيرهم. بعد هارون الرشيد بيجي بعده الخليفة المأمون، والمأمون هو عبد الله ابن هارون الرشيد. هو ابن هارون الرشيد، تولى الحكم من 198 هجريا ل 218 هجريا. كانت أهم أعمال المأمون إنه اهتم بالعلم والعلماء زي أبوه بالظبط، قضى على الثورات والفتن في الدولة. 3 شجع حركة الترجمة حتى يستفيد العلماء المسلمين من مؤلفات الحضارات الأخرى، كان بالظبط كده بيترجم فيها المسلمين من الحضارات التانية. فكان عهد المأمون عهد جميل جدا، واشتهر فيه المأمون بحركة الترجمة من الحضارات الأخرى. يبقى المأمون اهتم بالعلم والعلماء، قضى على الثورات والفتن في الدولة. دايما بتلاقي في أي دولة لازم تتعرض لثورات وفتن، وناس مش عايزة الخليفة، وناس بتحقد على الخلافة. فهو قضى على الثورات والفتن في الدولة، وشجع على حركة الترجمة من الحضارات الأخرى. بيجي بعد المأمون المعتصم، والمعتصم هو محمد ابن هارون الرشيد، أخو المأمون وابن هارون الرشيد. مسك الحكم من 218 ل 227 هجريا. طب إيه أهم أعماله؟ المعتصم اهتم بالجيش من أجل القضاء على الثورات التي حدثت في عهده. في عهد المعتصم قامت ثورات كتير، عشان كده اهتم بالجيش عشان يقضي على الثورات دي. حارب الروم وانتصر عليهم وفتح مدينة عمورية، وبنى مدينة سامراء بالعراق. تمام؟ يبقى المعتصم اهتم بالجيش من أجل القضاء على الثورات اللي حدثت في عهده، حارب الروم وانتصر عليهم وفتح مدينة عمورية. المعتصم حرك الجيوش كلها وراح هزم الروم من أجل امرأة مسلمة، امرأة استنجدت بالمعتصم من اللي كانوا بيعملوه الروم، قالت ومعتصماه، يعني فين المعتصم اللي البلاد فيها المسلمين فيها بيتهانوا؟ سمع المعتصم ذلك وقرر أن يحارب الروم، وبالفعل جهز جيوشه وقدر إن هو ينتصر على الروم وفتح مدينة عمورية، كمان بنى مدينة سامراء بالعراق. طيب، لكن برضو الدولة العباسية تمام انتهت بالسقوط،
انهارت الدولة العباسية وسقطت على يد التتار المغول سنة 656 هجريا. فبيجي يقول لك بما تفسر أسباب ضعف وانهيار وسقوط الدولة العباسية، هقول له: واحد، سيطرة العناصر غير العربية الأتراك والفرس على نظم الجيش والإدارة بسبب كثرة الاستعانة بهم. الدولة العباسية كانت بتفضل العناصر غير العربية على العرب، على عكس الدولة الأموية. اتنين، اتساع الدولة العباسية وصعوبة السيطرة عليها مما أدى إلى زيادة الأطماع بها المغول. 3، الصراع بين أفراد البيت العباسي على الحكم بسبب تولية العهد الأكثر من واحد، وده اتكلمنا عليه برضو في أسباب سقوط الدولة الأموية، إن الخليفة بيعين 2 في ولاية العهد، فده بيؤدي لحدوث صراع بينهم. تولى الحكم خلفاء ضعفاء في العصر العباسي الثاني، واتجهوا إلى حياة الطرف، تمام، وما كانش كل همهم البلد، فكان دايما هم غنى وطرف بقى وما اهتموش جدا بالحكم. يبقى سيطرة عناصر غير عربية أتراك وفرس على نظام الجيش والدولة. 2، اتساع الدولة العباسية وصعوبة السيطرة عليها مما أدى إلى الأطماع. الصراع بين أفراد البيت العباسي على الحكم بسبب تولية العهد الأكثر من واحد، وتولية خلفاء ضعفاء في العصر العباسي.